جلستنا ما تنمل المشكلة والحال والقعدة مع الجمهور ندخل فيها السرور سابق معنا واربح يمكن معنا تنجح نعلنها اللي صار استهانة من عبد الوهاب بالخصم لا تستهين بخصمك يا سلام عبد الوهاب تقدم في البداية ها جدو ما كان عنده ولا نقطة حلو تقدم 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 الاستهانة ايش سوت فيه؟ غرور يعني نقدر نقول ان قديعي ايوه فاز باستهانة عبد الوهاب ممكن صح ممكن انه اجتهد على نفسه لما شاف هذاك يستصغر من قدراته فاكتسح ايش؟ عبد الوهاب اكتسح عبد الوهاب نقول هارد لك يا عبد الوهاب هارد لك يا عبد الوهاب والف مبروك يا قديعي ومسيرك في يوم في عجل سيجي تحت نفسي عزيف هذه الهزيمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا اسد سامي شباب الطيبي قبل شوية جالس اقول لعمنا غزي السلام ورحمة الله انه لا تستهين بخصمك صح يمكن تستقوي شويتين كذا وتمشي امورك ما تدري وبعد كذا تيجي على الاستهانة هذه والعبرة بالخواتيم أديت الواجب الحكم بس الحكم خطير والله الحكم خطير سويت لنا كثير اليوم الحكم ما يدري فطيره صرف له والله الحكم ما يدري شو طبخه ايش ابو توبي يعني مره مو عاجبه ها لا عاجبني هو جاي مقاسك ترى تفضل استاذ صار جزع بالله بلا مزع جزع بالله ترى من نفسه هو فيه القاسي والله طالع حلو ما شاء الله عليه احلى منه ايش احلى منه نقيب خارجي قبل الهوا ما يجي ليه بقى يعني تحليل خارجي قبل ما الهوا يجي تحليلك عباس للموضوع ده تحليل انه نفسيته مش حلو عشان الكحول اللي في عينه ايه هو يا ابو كحول انت الرجال يقرا كل ما في الكاس نشربه كتابي ضايع والله كمل والله ايضا بهذه المناسبه كتابي ضيع انا اشكر الاستاذ عيسى جرابه على يعني اداء هذا الكتاب والله كلنا نشكره يا شيخ الثمين والله كل تحت السلام ورحمه الله تعالى تغريدات تكتب بماء الورد الله يا ولد والله طويله وروعتها خصوصا التغريدات اللي يصبح علينا في كل جمعه استاذ عيسى جرابه يصبح ببيتين أو أربعة أبيات عن النبي صلى الله عليه وسلم رائعة جدا الله يجزاه خير أحنوا إليك خلاص يلا أشوفكم على خير نمشي يلا شباب في الله نمشي يا الله يهديك بس أنا عشان كذا أنا أكره القراءة لا لا ما أنا أعداء كثير أعداء عدو اليد وعدو الأذن لكن سيف لحظة يا الله من سيف ذا يا ابني انت ما عندك شغل غيري مداوم علي هذا في العقد لا والله عندي اشغال مهمه مثل بس لازم اتفرغ اهم الله يسعدك انت الحين لا جيت تحكم اي لا جيت ليش تسوي ربكه وضجه يعني عبد الوهاب جالس كذا هادي وجدوع جالس هادي لا لا انت مسوي قلق جدوع لا حلو هذا رايك حلو والله جدوع والله عبد الوهاب مو براي انا اسالك الحين هذا الواقع الان انا مختلف في الحلبه والله انت واقع عزيز سكر كميه سباق بقول لكم حاجه الحكم جدوع جدوع ايش اللي ايش اللي افاد جدوع افاد انه جاي من بدايه البرنامج وكون قاعده جماهيريه عبد الوهاب ما حد معه اصلا عبد الوهاب عشان زورنا من زمان فكلنا ما ادري ليش الشباب كلهم ضده انا الوحيد اللي كنت واقف معه انا مستغرب ضده لا 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 هذه هذه ابو يوسف هذا سعيد قال بعيد الكاسات والله كان بعيد الكاسات قال الشباب رفض احنا مع الحق لا الشباب مع الحق الشباب ترى ما هو قلت بس مع الحق انا الكاسات اقول لكم ليش انا للامانه ليش غشيت فيها؟ لانه في خطا كان في سوء على قولهم فهم احمد وش كنتك انت؟ سيبوا برا احمد يونس قال 20 ثانيه احس بالمتبقي 20 ثانيه طلع اللي راح 20 ثانيه باقي 40 ثانيه ليه ما غيمت؟ ليه ما قدرت الزمن؟ ليه ما قدرت الزمن؟ طيب يعني اذا صار باقي 20 ثانيه عادي تغش؟ اي انا خربان خربان عادي تقول علي عارف اني حخسر انا فاي خربان خربان انا اخطات ولا حكذب ترى حقول غشيت ترى يشيل بالتكاية وذا الكاميرا عليه واضح انه سلامات لكن جزاكم الله خير عبد الوهاب وجدوع وسيف امتعتونا والله الله يسعدكم والله شكرا يعني امتعتونا وبزاليا وكذا الحلبة هذه قبل ما تطلع اليوم الطالب المميز اليوم طلعوا فيها راعين شنبات من اللي موجودين هنا ايش تقصد يعني؟ وفهموا غلط وخسروا ايش قصدك؟ انا اقصد عادي يعني بس وحقتي هي والله حلوه لو عدتوها مره ثانيه ايش؟ هذه حلوه هذه عشان نوفرها الايام الجايه بس ليش؟ بعدين ما شاء الله هذه اول لعبه تاريخيه يشارك فيها الجميع ترى والله ابو عمر مرضي ابو عمر الله تعيده هذا لنا الشرف ان خلينا الجميع يشارك معنا بالحلبه هذا صح نعم صح جربنا ذا الشيء والله وانا سعيد جدا صراحه انه الجديد انت سعيد اصلا الله يسعدكم سعيد ساع البريد نعم ودراجتي اتت معي الى الحلبه ما شاء الله خياني والله يا جماعه يا شباب انا نفسي اسالك في حي اللوز بس ليش تصرفوا والله بجيب العيد عادي عادي نقول له قرايتك اليوم في الكتاب تبغى تشارك حي اللوز ارسل لك اللوكيشن
تروح الحي على طول. إيه مكتبة العم مروان. ليه ما يدخلون في حي اللوز؟ تدخل؟ تبغى تدخل انت صادق؟ من وجهة نظرك ابراهيم ابراهيم انت صادق في هذا الامر ولا بس كذا تتونس؟ لا بس احس انه ما حزبط معاهم. انا بسالك سؤال، اصبر لو جاوبت تدخل حي اللوز، اعرب ما تحته خط، اعرب تيممته بالماء بسرعه. فين الخط؟ فين الخط؟ مالك اعرب تيممته بالماء. الخط موجود بس مشكلتك. ها مشكلتك؟ جيب لي الخط. جيب الخط. قاعد يفكر بالعراق، قاعد يفكر بالعراق. كبير يا تيممته. اصلا الماء ما يتيمم به يا اخي. هذا توك ركبت الديفر مع بعض من بدري، بس هو معروف. لا بس اسمع كلامي، هو قاعد يفكر بالعراق. هو المطلوب منه اعراب. ان شاء الله جاب لك، ان شاء الله جاب لك جمله قال لك اكلته. هي لو جاب لك جمله قال لك اكلته السياره، ما عنده شغله بك انت. انا عليه الاعراب، انا عليه اعراب. اكلته السياره، ما لي صلاح فيك. اكلته السياره، يمكن كيكه حلويات من اخاهم. صح اكلته السياره. يجيبونا على شكل الحين. لو جاك في اختبار، لو جاك في اختبار القواعد، اعرب الجمله التاليه. تيممته بالماء، تعرب تقول الاستاذ الماء ما يتيمم فيه. لا تعرب. اقول له انا. لا ما تقول له. انت مين عشان تقول له؟ قول له غلط. اجاوب على قدر السؤال. اجاوب على قدر، لحظه شويه، اجاوب على قدر السؤال. صح. ثم اكون انسان راقي واقول قبل زدت يا استاذي ترى المويه، لان الماء لا يتيمم به. بسالكم سؤال. تخيل زعل عليك وقال لك المدرسه. صدق المدرسه ايام. مين انت عشان تذكرني؟ خاصه رد عليه، رد عليه يا خصم درجه. نجيب احمد يونس. احمد يونس ما في مدرسين يسالوك اسئله زي كذا، يعني ضاع علامه صح امام الاجابه الخاطئه وعلامه خطا امام الاجابه الصحيحه. ايش اختبروا الطلاب؟ على اكثر شيء كنت تكرم مع تصحيح الخطا. ترى ما اتوقع شيء. كثر خير على الخطا. والله يا شباب، يا شباب، على طاري، على طاري سواليف المدرسه وكذا. على طاري الفرح نحكي حكايه من الليله. على طاري سواليف المدرسه، سواليف الاخاء. كان كنت في كنت صغيرا، كنت بيتا في بحور الغي والاسم غريقا، كنت عبدا في بحور. انا قاعد استمع لك. والله انا اصلا ما والله ما ذكر الرسول بعينه. اللهم صل على وصلت عليه العرب والعجم. عجم. تفضل عباس. طيب على طاري السوالف. اي على طاري. متابعينا الكرام، كان هذا مشهد عن اداب الاستماع. يا سلام. الان نسمع اداب الكلام. لا والله انا حاب اسمع منكم، لا حاب اسمع منكم جميعا مواقف لا تنسى. لا تنسى يا رجال. والله رجال. تفضل يا عباس. عباس خلاص قصتي. خلاص ولا قصتي راحت ولا ما اعرف. الان راقب الوضع، راقب اللوكيشن حق السحور فاضي، ما في قصه. مين اللي فجاه حينزل مظله هناك؟ محمد الشمراني. اصلا اشرف السيسي هو يقول لي روح هناك. اضرب الذين. ما امسح عيونك والكحل بس عشان تشوف زي الناس. انا ضبك اليوم، ضبك زي الناس. اشوفك قبل متكي عند اللحم هناك. مين؟ عند الصحن تاكل. لا والله ما اكلت والله. لا لا شمراني. انا اجيب دايم قدام الكاميرا شو اسمه، سلطه وما سلطه، وبعد الهواء اول ما اقول له سلطه. ابوي قاعد اكل لحم شويه، لو واحد يده يسلم عليه تحت طلع هو. كلها طيبات، كلها طيبات. كل من طيبات ما رزقناكم. تفضل يا عباس. هذا شيء انا بس لا يقعد. بس بصراحه سالفه سامي ان شاء الله. شفت انك محسن الظن فيك زياده. نبغى نذكر اخونا وحبيبنا وليد مصالح. الله يشفيه يا رب. والله من يوم ما جلست كنت بقول لك يا شباب عايز نذكر، عايز نذكر صاحبنا. الله يشفيه حبيبنا وليد مصالح. ادعوا له بالله، ادعوا له ان ربنا يشفيه وشفاه. الله يشفيه. بس لا تخوف العالم كثير، يعني هو ان شاء الله يشفيه. انا قلت اخونا. ايوه وليد مصالح من اطيب الناس قلوبا والله. اقول باخذ ابره ولا بضبط. ترى حضر جاء الى هنا ورجع، يعني الموضوع ما خطير. الله يقويك يا عباس. سؤالك يا اخي. لا ما سؤالي. ابو عمر، ابو عمر اعطينا فكره من الافكار. خل بس يسال هو. الافكار، الافكار، افكار، 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 شاهدونا يا شطار. العب فكرة من عندي. افكار، 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 العب اجري. افكار، افكار، شاهدونا يا شطار. كذب يا شباب. فكرة من عندك. من عندي. فكرة من عندي. من عندك. فكرة من عندك. من عندي. فكرة من عندي. من عندي. فكرة علمية. علمية. فكرة أدبية. أدبية. فكرة علمية. علمية. فكرة أدبية. أدبية. ألعاب مسلية. افكار، 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 شاركونا يا شطار. هل ممكن تجاوب بصراحه؟ طلع المدرو علينا شتها انت. ايوه
طلع البدر علينا. انا اللي كتبت لانه اي نشيد قديم ما شاء الله انت مو شيء باقي بس هذا مقبل يقول انشد طلع البدر علينا. انا مقبل ما شاء الله تبارك الله. لحظه ساو حاجه والمطلوب المطلوب انك ما شاء الله قديم. طيب هذا يعني رفعه يعني في انشاد يعني ما شاء الله تبارك الله. محمد عباس بالله قطعت النشيد التاريخ هذا من النشيد عشان تقول هالكلمتين ما شاء الله. لا والله بس عجبتني الفكره يا شباب من الحين انا يا محمد عباس لا 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 روح السور هاني حتى الجوال ما ابغاه يا شيخ. لا يا شيخ هاني خلاص روح السور وبالحق انا روح يا شباب. اهم شيء السبحه والجوال كمان. ابو علي ذكرتنا والله نسلم على الجميع يا شباب. الله يذكر ابو تركي بالخير الكابتن صالح العريض جزاه الله خير. هذه كانت ويرحم الحوش شارت برنامج للكابتن صالح العريض في التلفزيون السعودي. من كتبها كان اظن استاذ صالح العريض ابو تركي. ابو عمر ليه ما تجيب بكره نلعب طائره هنا ونسوي العاب حركات ايش؟ لا والله ودي العب طائره. هاي جلسه سوالف. لا انا قايل لا العبوا. لا لا اقصد يعني ايش من باب الفكره. اجيب لكم سياكل بعد. هي من باب ورا ما اجيب لكم سياكل. بابا بابا طبعا احنا في الثمامة عندنا في خيول وذي ورا ما اوديكم قبل اوسع صدوركم اشتركوا في البشار. ابو عمر بعد تستانسون. ترى انا اقترحت ماشي حد. انا عارف تقول ورا ما تلعبنا طاير. ايش رايك؟ وانا ازعل منك؟ لا 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 سلام انت هذه اسوي حركتك يعني يلا انا اقدر اسوي حركتك بس ما اقدر ولكن اداب ليش الانصات. لا لا ما اقدر اسوي شيء عليك يعني. ميه نوى ميه يا حياتي عمرك بس الكحل مسوي جو بروح عند الله اصابع عباس مرت والله يا عباس اللي يمثل معاه من جد مضيع نقطه. صحيح والله يضيع نقطه. اي مفاتيح حطانا يا صالح العمري فهمت شيء؟ انا كلها نفذتها. انت انا غير مفاتيح. تخيل عندك مفتاح اضحك وقول كلمه فلانيه. عباس قالها بسرعه في دقيقه خلص يدي واجب قفل. ما هي مفاتيح صعبه. وين مفتاحك انت وين؟ والله تبوا الصراحه شباب لا اول مسرحيه مثلتها كانت في اولى ابتدائي قال اوريكم وكنت انا ما ادري كيف الناس دي قالوا لي الا تمثل حتى مثلتها ونشدتها نشيد كله. المسرحيه هي كانت ايش؟ كنت انا سمين. كنت انا يا لا ما قلت سمين. لا 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 اسمع نعاما في روح خطير والله القى صحابي الوضع ما مضبوط. وهذا ان دل ما يدل على المدرسين هم هم صغار المدرسين هم الذين يكتشفون مواهب الناس وشكرا بس. ايش المشهد كان؟ بارك الله فيك. انا اقول لك المشهد ما الدرس المستفاد كان المشهد كنت انا انت سمين. بطني تؤلمني اريد الطبيب والله صرت طبيب. ما صرت طبيب والحمد لله. ومن وقتها انا كنت مشارك في انا والله ما اعرف اقول شنو. اسود الفكره والله عباس اليوم مره مين جاب سيدي اليوم حياتك مشهدك مريض ها؟ ما تلقوا مفطر. تبغوا الصراحه يا ناس اي والله العظيم فطرت يمثل هو صغير ولا ايش؟ تبغوا الصراحه يا شباب والله انا دايخ من الحلبه بالجد دايخ. انت ما لعبت الحين بعد داخل طلعت بس عملت لفتين عباس اذا شاف ناس يجروا هو يتعب لانه سبع سنوات يفكر في مشروع والناس نفروه يا شباب ابشركم النسخه التجريبيه للابلكيشن استلمتها قبل ثلاث ايام. نعيمة دعواتكم ان الله ييسر بس لو قلت شنو ما خلاص ممكن تتكلم كيف دعواتكم ان الله يكتب فيها القبول. الله ييسر لك يا عباس ييسر ان شاء الله. شنو؟ لما الله اكبر. لا بشرك حدا شنو؟ حيلوز ها؟ حدا شنو ان شاء الله؟ متى هنا؟ ما هنا شنو بعد باقي 10 ايام هنا. باقي 9 ايام. لما تدشنوا في هذه القناه المباركه؟ ايوه طبعا حدشنوا في هذه القناه المباركه. ابو عمر تفضل يا ابو عمر ابغى اقول شيء. يلا تفضل. انا عندي سؤال. لسه انا عندي سؤال يا اخوان. العرب تقول احيانا فلان جبان الكلب. ماذا تقصد بهذه المقوله؟ هي ترمي الى شيء يعني. تفضل ابو عمر هات ما عندك. لا يا اخي المجلس فيه 11 واحد مو ابو عمر. لا هل احد يعرف هذا الشيء؟ ابو عمر ترى انت لما نرجع لك اليوم انت ليش قاعد تزعل؟ لا يسالنا هو اذا بيسالني انا نقيب. اذا بيسالني انا اروح انا وياه يسال. اجيب لكم معصوب. ليش ايش فيك انت بعد الكحل تغيرت والله؟ بروح الكحل طقم مع الشنب. طالع الكحل وعلى
السؤال طيب فيكم يا اخوان، سؤال يا الربع، لا هي حديث ولا هي ترابيات، هي وقيل انها لم تثبت ولم تصح، لم تثبت اساسا يعني. ايش ده تفضل طالع الكوح كلهم، وش السالفه يا اخوان؟ الامر عادي يعني. لا ترى سؤالك يا طيب، اتكلم اللي جنبك يا سؤال، انا اقول حتى اللي هناك. لا ما قلنا يعني لا ايه يا اخوان اللي جنبك إيه انا ما سويت انا والله انا فلان جبان الكلبي. ايوه ما حد منكم عرف وش معنى فلان جبان الكلبي؟ جبان جبان الكلبي جبان من الجبن. ايوه من الجبن، جبني ولا من الجبن يعني ال الخوف عميق، لا الجبن من الخوف. ايه من الخوف جبان. ماذا تعني ايش جبان من الكلبي؟ ايوه انت عايز ايه بس قول قول. لما اقول لك والله غزي كلب وجبان ايش اقصد بدل لا 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 كذا ممكن نقوم حاره كامله. طيب في حد مصر العرب العرب قوم اشتهروا بالكنايه. انا لما قال بالجلسه العفويه الاولى سامي على هرجته قهوه السيف قهوه الضيف قهوه المدري شو تبادل لديهم هذا الشيء، ان العرب يحبون الكنايه. فمقصد العرب في قولهم فلان جبان الكلب اي فلان كريم، لأن كلبه تعود على مجيء الناس إليه، ومن كثر ما يجي لهم الناس صار الكلب يألف الوجوه الغريبة. صدق على لسانك. والعرب دول منين بالضبط؟ العرب من مصر، فصاروا يألف، فصار الكلب يألف الوجوه. يعني اسكت يا غزي. أنت ماسك أغراضك وتسولف والله. إخوانا ما حدش يكلمهم من هنا عشان إبراهيم. أيوه. ماذا تعني يا إخوان العرب بقولهم فلان قوي البسي؟ إنه هذا دائما يجوا العرب يضربوه ويجوا. في واحد كتب على كلمة ضيف وسيف وكيف. ان لا المعنى غلط، ترى المعنى كذا وكذا وكذا. دائما في بعض المعاني ترى فيها توسع بشكل كبير يعني. نعم. انا قدمت برنامج العاب شعبيه ما شاء الله، والالعاب الشعبيه من الالعاب اللي يتعودوا فيها الناس، كل واحد احيانا له طريقه غير الثاني. جميل. مختلفه يعني. انا اذكر واحد كلمني مره والله بلهجه يعني زي اللي يقول انت مين عشان تسوي العاب شعبيه، يقول هذه العابنا كيف انت تشرح طريقه غير الطريقه ذي النهائي. يا اخي انا ماخذ عادات وتقاليد، انا رحت الحسا ونفس اللعبه باداء مختلف على طار الموضوع، في الحجاز باداء مختلف، بل في مصر وفي المناطق العربيه في الى اخره، كل واحد له طريقه يعني. النهارده واحنا بنصلي العشاء كان اخويا هاني معايا في صلاه العشاء، كان قاعد جنبي واحد شايب كده مش عارف منين يعني، فانا يعني في التشهد، فاحنا يعني نعمل الحركه دي كده بالصباع، فضربني على ايدي وانا واحنا بنصلي اثناء الصلاه. شفتني وانا بكلمه بعد كده. ايوه. فقام ايه وانا بصلي على طول كده في الصلاه. فالمهم بعد ما خلصت على طول سوي كده، قاعد يعمل لي كده. قلت له يا اخي فيها سعه، فتقريبا ما يعني ما فهمنيش يعني. قلت له اشياء فيها سعه يعني، ففي ناس كده يعني هو يانا يا لا ما فيش. صح. هي هذه صحيحه كده. لا سمعتها صحيحة هذه كمان، هي كذا صحيحة. فيها ساعة فيها ساعة بس انت لو تيجي جنب غزي وهو يحركها، وهو لما يحركها على طول تخلص تسلم قبل الإمام. والله هذا بعد عنده بصراحة جهل شديد. المسألة فيها خلاف، فيها بعض قال اي بس ما توصل يضربه. يضرب انا اتكلم عن اصل المسألة يعني. المسألة فيها خلاف يعني، من قال عند كلمة الله عز وجل لفظ الجلالة ترفع، بعضهم قال تشير باستمرار والى اخره. لكن انا اقصد اللي انت تسأل عنه مهم جدا في طريقة الإنكار وتعاملنا مع المنكرات. واحد من الشباب سمع خبر أو نقل له خبر، هذه قصة قديمة شوي، أن الصور ما تجوز، الصورة حرام. الوالد أبو هذا اللي أنا أتحدث عنه في يوم من الأيام شرارة سجاد إيراني فخم جدا، هذا من اللي ما شاء الله شرارة. وللأسف شرارة يقول وللأسف فيه صورة أسد في الوسط الفرشة. فالولد هذا او الشاب جاء وقال اوف صوره في بس مهانه يعني ما فيش مشكله. ايوه المساله هذه بعدين نقش هي مهانه ونجلس ونفتح الرجل قلبها ما شاء الله اعمال فنيه وجاب مشرط وفرغ الاسد اوف زين ورمى الاسد برا. جاء ابوه فرغ وجهه بطراق برا يطلع. فانا اقول يا اخوان وهذا ادب، هذا ادب نبوي، ليس كل احد يستطيع ينكر او ينكر بالطريقه المناسبه. يعني ابن عثيمين رحمه الله حين قوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، على بصيره قال في حال المدعو وفي حال الدعوه وفي انت حتى الداعي. واحد احيانا
ما أعرف عنه أنه من مثلا من ربما أهل العلم ولا كذا، تلقاه فجأة ينبري يقول يا أخي هذا حرام. طب اصبر شوي حبة حبة تريث، بس احنا ما نقول لا تنكر، الإنكار مطلوب من الجميع بالتساوي وحسب المراحل اللي في الحديث، قلب اللسان اليد إلى آخر، وكل يعرف هو من أي صنف من هذه. أضعفها إيش؟ القلب، الإنكار بالقلب. فليس كل أحد يستطيع ينكر، يعني مثلا هذا الكبير السن اللي مع غزي، يعني كان بإمكانه اليوم انتهى غزي الصلاة لو عنده نظر ولا مسألة ولا بعد قال له يا أخي أنا سبق أني قرأت كذا وكذا، هل هذا صحيح ولا أنت عندك علم مثلا؟ فصار غزي مبسوط قال الله يجزاك خير، لا والله أنا عندي ولا أنت نورني على ما يقول. واحد من الأخوان هذه بذكرها آخر شيء في، وهذا نتكلم فيه والله عن أسلوب الإنكار. شاف واحد مشغل أغاني وهو بالسيارة في الشارع يعني، فيبغى ينكر عليه يعني، يقول يا أخي اتق الله صوت الموسيقى يعني خلاص، فيبغى بأفضل أسلوب ما يبغى بس بالأسلوب العادي. فسلم عليه، وهذا صاحبنا بسفر وكان معه شناط واضح أنه بسافر يعني، ففتح النافذة وقال له السلام عليكم. قال يا أخي وين طريق الجنة؟ فهذا قال إيش؟ قال في طريق الجنة معروف جدا بس وين فيه يعني؟ فهذا حس شوي إن فيه، شاف هذا ملتحي وعرف الدعوة كذا، قال لبق لبق. فقال يا أخي الله يجزاك خير الأغاني يعني ما يجوز، فهذا تقبلها بشكل صحيح يعني، لأن الأسلوب له أثر. إحنا نفتقد في الغالب، ليس كل الناس، للأسلوب وطريقة الإنكار. أنا قلت هذه قصة الأخيرة، هي قبل الأخيرة، الأخيرة واحد هذه آخر شيء والله، طالع بالسيارة على شارع عام زين، فطالع كذا بسرعة بغى يصدم واحد وهو في الشارع، فهذاك صاحبنا قال له يا كلب ويو زين، على طاري جبان الكلبي ها، قال له يا كلب. فسبحان الله من المصادفات على طول وقفوا عند إشارة وفاتحين درايش على بعض، فهذا يناظر وذاك يناظر، يعني خلاص الموقف صار، فيناظر له وهذا يناظر، هذا صاحبنا قال له عو 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 قال له لبق لبق والله ما اقصد، قال يا شيخ انا كلب والله يسلمك، قال والله بس انت طلعت يا اخي كذا، قال يا اخي بس انا يعني قال الله يجزاك خير اذا اردت ان كذا يعني، ترى الاسلوب له طريقته وله باب. ابو عمر بس لما الواحد يروح عباس ايوه يا قطو طالع فيه لبق 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 ابو عمر في الحرم دائما بتصير مواقف زي دي، زي موقف الاصبع حرم والله ما في مواقف زحمه، لا الحرم عاد اختلاف الجنسيات والثقافات، اختلاف الجنسيات واختلاف المذاهب، اختلاف اختلاف اختلاف، يعني ده يكون قارب حاجه وانت قارب حاجه والموضوع مختلف تماما. انا مره جيت لقيت واحد جالس يعني شكله مطوع شديد، كيف من دول المغرب العربي يعني، زول ما شاء الله عليه زول كويس. صلينا العشر ركعات، صلينا التسليمات يمكن الاولى، ثمانية تسليمات شنو؟ الحرم هو ثمانية ركعات في الحرم، الحرم صلينا ثمانية ركعات، اول ما خلصنا مشى قاعد على طول، قاعد في على جنب صلينا ركعتين الاولى ركعتين الثانيه، الرجال كويس وشباب يقرا قران بس قاعد، قوم بعد ما جات الشفع والوتر قام صلى معانا الشفع والوتر، قام جيت قلت له انت ليه ما صليت معانا بقيه الصلاه؟ لا ازيد على 11 او على 11 ركعه لانه موافقه هنا في الموضوع، لا ازيد عليها. قلت له يا شيخ الموضوع، قال لي لا، وانا قرات هنا وقال فلان وقال اداني لك كتاب كامل، قلت له تقبل الله منا ومنك، لك يحصل 23 الحمد لله، موضوع ما خطر فهمت؟ فهو عنده فكره انه شنو، انا ما حزيد عليه دي عنده راي يعني، هو يرى هذا الشيء، هو يرى فهمت، لانه في قول انه في قول، لكن 13 11 برضه في قول انه لحد 23، ما انا اقول لك هو صلاه آخر الليل مثنى 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 ايوه يعني لا حد لها، لكن انا احنا نتحدث عن يا عباس قبل شوي عن الاسلوب، اسلوب الطريقه كان اسلوبك في بعض الاساليب في الانكار، انا اسلوبي كان كويس، ينبغي ان تشد فيها انت كاب كمسؤول كمربي كالى اخره. النبي صلى الله عليه وسلم راى صحابي وقد وضع في يده خاتما من ذهب، شوف كيف التصرف هنا، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اخي يعني ترى ما يعني ازح او ازل، لا اخذ الخاتم والقاه على الارض وقال يعمد احدكم الى وضع جمره من جهنم في يده، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابه قالوا للصحابي خذ خاتم، قال والله لا أخذه وقد رماه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف طريقة الإنكار، أنا أقول لك تختلف من أحد لآخر،
وموقف الموقف. فلذلك ليس كل طريقة مناسبة، لأن الحال هنا يبغى لك فقه واقع الموضوع المنكر. صحيح. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تبول قام الصحابة من أسلوب النصيحة كان من أميز يعني طرق الإنكار أو التعليم الحسن والحسين مع الرجل الذي لا يحسن الوضوء. كانوا صغارا وذهبوا إليه وقالوا له ما راح أحد قال له لا والله غلط وما تعرف توضى هذا كبرك ما تعرف توضى لا جاءوا عنده قال انظر أينا أحسن وضوءا من الآخر الحسن والحسين فتوضأوا أمام الرجل قال والله أنكم أنتم الاثنين كلكم أحسن مني يعني باللغة العربية الفصيحة أنا ما أعرف كيف قال يعني طرق عظيمة عظيمة بالإنكار يعني وهذا لهم أصلا صغار يا سلام استحقوا بها أن يكونوا سيدا شباب أهل الجنة الله أبو عمر على طاري التصريفات لما هذا صرف قال هاو 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 أيوة أقسم بالله صار موقف على طلعة الكوبري عندنا في الزحمة وين؟ في جدة في الزحمة أيوة وقت الكامري الموضوع ذا قديم المهم أنا خارج الأمور طيبة ويجي واحد على دخلة الكوبري جارمة يعني خلاص أنا لازم أصدم واجب أني أصدم فسويت طاد علقت على البوري ايش بك انت سويت له ايش بك ما تشوف وقف في نص الكوبري يا سلام فك الفليشر طبعا الرجال كان كذا في السياره خرج من السياره كذا انت عطوه يقول هي قلت له والله يحسبك حامد معليش نفس السيارة ونفس قال طبعا وابي وابي عندي مكتوب بني شيء قلت نفس سيارة خويه وانا داخل كذا الله غسالة سرجوه سيارة فهو طيب اذا واحد عذر منك انت غلط لا دخلت لا تغلط على الكل حتى لو مرة لا لا والله اي على الكل والله فاقول لك بس انت حاول تكون مجهز تصريفات ايه انا اذكر كلمة للشيخ سلمان العود الله يحفظه يقول الله يحفظ حبيبي يقول متى تعرف أخلاقك الحقيقية إذا مريت بمثل يعني هذه المواقف وذكر مثال في زحمة السيارات زحمة الطرقات وفي عز الحر يقول هنا تبان الأخلاق الحقيقية يعني ليست أخلاق الشخص وهو في البراح ماخذ راحته وجالس تحت مكيف ومرتاح ومبسوط يجي عصير تجي شاي قهوة شغلات زي كذا لا تظهر أخلاقه في هذه المواقف العصيبة في الحج بعد في الحج المحكات في العمرة الآن يعني في الزحمة في الحرم كن كالبرتقالة إيه صح صحيح كن كالبرتقالة صحيح البرتقالة تقشرها تعطيك ريحة وطعم وإذا عصرتها يطلع منها برتقالة يا سلام يطلع منها عصير حلو عصير حلو صحيح والله أنا أستغرب من الناس اللي بيصيحوا في الحرم ديل يا ابن يا زول أنت جاي الحرم ولا جاي ماشي وين تقال نفسك في سوق الحرج ما كويس كذا استغفر الله تعال شمراني اليوم كله راح يسوي تعال هو يسمي كله جاي يسوي شمراني ندفع السحور اليوم كله معنا شمراني شمراني راح يسوي شمراني احلاها جلستنا كلمه